أهلا وسهلا بيكم مرة تانية، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جمبري مقلي. الوصفة سهلة جدا وخطواتها بسيطة، في الآخر بنكون عملنا طبق جميل بالذات لما بيتعمل ليلة راس السنة. هتلاقوا المقادير والطريقة بالكامل تحت الفيديو. يلا بينا نبتدي. دي المكونات اللي هتحتاجوها: هنبتدي اول حاجة ان احنا نحضر الجمبري وننظفه. هنفتحه من الظهر بالسكينة وننظف، وبعد كده نقشره. وعشان نشيل قشرة الديل بنفتحها من النص وشدها بالراحة خالص وبتطلع على طول. واتأكد ان الجمبري كله نظيف من ظهره، فبفتح بالسكينة لحد الآخر واتأكد انه نضف تماما. وهنضف كل كمية الجمبري بنفس الطريقة دي. بعد كده ابتدي احضر خلطة التتبيلة. هحط الملح والفلفل والكمون والبابريكا والخضروات المجففة والثوم. هحطهم كلهم في طبق غويط واضيف عليهم الدقيق وعصير الليمون والمية، واخلط كل حاجة كويس قوي مع بعض. وده بيكون شكل الخليط. بعد كده بضيف الجمبري على خلطة التتبيلة. وبعد كده بقلب كل الجمبري فيها عشان أتأكد إن كل الجمبري يكون اتغطى بالتتبيلة. ممكن بعد كده أغطيه وأحطه في التلاجة تقريبا نص ساعة. بعد كده ببتدي أخد الجمبري وأغطيه بالبقسماط. أتأكد الأول إن الجمبري يكون متغطي بالتتبيلة، وبعد كده بحطه في البقسماط وابتدي أغطيه ببقسماط أكتر، وكل شوية أدوس عليه خفيف خالص بالشوكة علشان أتأكد إن البقسماط يثبت أكتر في الجمبري. وده بيكون شكل الجمبري بعد ما بغطيه بالبقسماط. بكمل باقي كمية الجمبري كلها بنفس الطريقة. بعد ما بخلص كل الكمية بغطيها واحطها في التلاجة من نص ساعة لساعة عشان طبقة البقسماط ما تفكش منه وهو بيتحمر. بعد كده بسخن الزيت على نار عالية وابتدي احمر الجمبري، وبعد دقيقة اوطي النار واخليها متوسطة. اهم حاجة ان انا مقلبش الجمبري غير بعد حوالي دقيقتين. بعد دقيقتين ابتدي اقلبه على الناحية التانية. وبعد حوالي دقيقتين او 3 دقايق تانيين اقلبه مرة كمان. بعد حوالي 7 دقايق او 10 دقايق الجمبري بيكون جاهز. ده بيكون شكله ولونه. وبالهنا والشفا. هقطع معاكم واحدة عشان اوريكم شكلها من جوه. الطبقة اللي بره بتكون مقرمشة ومن جوه الجمبري طري.
يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتقدروا تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم. شكرا للمشاهدة، ولو انتوا جديد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك وشير، واشوفكم المرة الجاية على خير.